ما صفة سجود الشكر وكيف يؤديها المسلم؟ أفيدونا أفادكم الله. سجود الشكر يشرع إذا تجدد له نعمة أو اندفعت نقمة، إذا اندفعت نقمة وحصل له فرج من شدة، أو تجددت له نعمة كنصر على عدو، أو بأن رزق مولودا، أو ما أشبه ذلك من النعم المستجدة، فإنه حينئذ يشرع أو يستحب له سجود الشكر، شكرا لله سبحانه وتعالى. وصفته أن يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك 3 أو 10، ويدعو بما تيسر له من الأدعية، ثم يرفع ويكبر للرافع ثم يسلم. هذه صفة سجود الشكر مثل سجود التلاوة. نعم نعم بارك الله فيكم.